تخيل أن شخص أصم وأبكم كيحلم يرجع مغني ويحقق شهرة كبيرة بأغانيه، وأن هذا الحلم يرجع حقيقة. هاد الشخص ما كيعرف شي حاجة اسمها المستحيل، وحتى المستحيل ما كيعرفوش، لأنه فعلا غنى وحقق شهرة كبيرة في العالم وخا ما كيهدرش. المغني اللي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إم سي بابا هو أول مغني راب أصم. وبالرغم من الإعاقة ديالو قدر يحقق شهرة عالمية ويجذب الملايين من المعجبين. إم سي بابا ما كيغنيش فقط من وراء الكاميرا والميكرو بالستوديو، بل أيضا كيحيي حفلات غنائية اللي كيحضر لها الآلاف باش يسمعوه، وخا الغناء ديالو ما فيهش كلمات وكيعتمد فقط على أصوات كيصدرها اللي كتناغم مع الموسيقى، وبهذيك الأصوات كيحاول المغني الكونغولي يوصل أحاسيسه للجمهور. هذا النوع الجديد من الفن والغناء ترى انتباه العديد من الناس من مختلف بقاع العالم، وأصبحت الفيديوهات والأغاني ديال إم سي بابا هي الترند في الفترة الأخيرة، وقدر أيضا يثير انتباه الصحافة العالمية اللي وصفوا عدد منهم بالشخصية القوية في عالم موسيقى الراب.